السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. في الحلقة الماضية ابتدأنا الحديث عن حقوق الطفل في الإسلام على خلفية ما جرى من رفع السودان لتحفظاته على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. وبينما بينا في الحلقة الماضية جملة من حقوق الطفل في الإسلام مهما كانت أحوال الأسرة وفي كل المراحل العمرية، نواصل اليوم لنبين الموقف الشرعي من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وكذلك الموقف الشرعي من رفع السوداني لتحفظاته. حقوق الطفل الجزء الثاني عنوان حلقتنا لهذا اليوم. يسعدنا أن نستضيف معنا داخل الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم. أهلا بكم شيخ الكريم. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في ختام الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية مررتم على جملة من حقوق الطفل بدءا منذ اختيار الأم والأب وصلاحيتهما، وكذلك مرحلة حينما يكون جنينا وفترة الرضاع، وبعد ذلك في فترة الطفولة وفترة التمييز وفترة البلوغ حتى خروجه من مرحلة الطفولة. وبينتم أن الإسلام كفل حقوقا حتى أن المواثيق ربما لم تمر عليها، وأن الواجب على المسلمين أن يعني يكونوا هم مصدرين لهذه المواثيق، وهم الذين يضعون تفاصيلها، لأن دينهم عني بتفاصيل ربما لا تخطر حتى في بال الآخرين. اليوم لدينا قضية هذا الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. كنتم بينتم أن الأحلاف والمواثيق يمكن التوقيع عليها، لكن لابد من دراستها بحيث أنها لا تتعارض مع الشرع. نبدأ في قضية هذا الميثاق. ابتداء طلعتم على الميثاق، هل لديكم يعني ملاحظة عامة عنه قبل أن ندخل إلى مواده ونفصل فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن ندلف إلى تفاصيل هذا الميثاق سواء في إطاره العام أو في تفاصيل مواده والملاحظات عليها، أريد أن يعني أن يشترك معنا المتابع في السياق الذي جاءت فيه هذه القضية، قضية الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. يجب أن نفهم هذا السياق، لأنه يعني تفهم هذا السياق يعني يجعلنا لماذا القفز مثلا إلى مثل هذه القضايا الآن في هذه المرحلة الانتقالية. هنالك سعار لدى هذه الحكومة الوظيفية، حكومة قحط، للقيام بعملية الهدم والبناء المقابل، نظرا للتعهدات التي قامت بها لجان هذه الحكومة إما سرا وإما جهارا مع الدوائر الغربية المعنية بسودان جديد. سودان جديد، احنا لازم أن نفهم هذه المسألة. هذه الشخصيات، نصر الدين وغيره، المجموعة هذه، الجوقة هذه، عندها تعهدات مع الدوائر الغربية، سواء يعني بريطانيا ولا ألمانيا ولا فوق ذلك طبعا أمريكا ودوائرها. هناك قضية أساسية يعني معنيين بها هؤلاء المجموعة هذه، اللي هو قضية سرعة تغيير القوانين التي تقف ضد التغيير المجتمعي بالنسبة للسودان. هم يظنون أن السودان تأخر يعني للحاق بالركب التغيير، اللي هو ركب الانحطاط العالمي. الانحطاط العالمي هذا التأخر يجب أن يكون هناك خطوة استباقية في المرحلة الانتقالية من أجل التخلص من القوانين المقيدة لهذا التغيير. أنت لو تلاحظ أنه مثلا يعني نصر الدين هو أسس اللجنة دي، اللي هي اللجنة القوانين الأحوال الشخصية مثلا. طبعا هذه اللجنة كما قال المعنيون بالقانون وبالقضاء أنه الذين فيها ليسوا مؤهلين أصلا عشان ينظروا في قضية يعني الإرث التاريخي والكبير والديني بالنسبة للسودان، في مثلا في قضية يعني مثلا في هذه القضية اللي هي قضية حقوق الأسرة والأحوال الشخصية. طيب الذريعة الأساسية التي تحتاجها هذه اللجنة،
حتى تقوم بأريحية لمسألة كنس القوانين القديمة هو أن تكون هنالك تعهدات، يعني توقيع على اتفاقيات تسمح لها بعملية التغيير والكنس لهذه القوانين. عشان كده هو جاري مثلا نصر الدين على أساس أنه لازم نوقع على السيداو، جاري على أساس أنه إحنا نتخلص من التحفظات على مثل هذا الميثاق اللي هو ميثاق الأفريقي بالنسبة للطفل ورفاهيته. ليه؟ لأنه عندما تكون على منضدة هؤلاء جملة من القوانين الدولية التي تم التوقيع عليها، هذه القوانين الدولية ضمن اشتراطاتها الأساسية إنه لابد من إعادة كل التشريعات المتصلة بهذه التعهدات أو بهذه المواثيق، يعني تعديل كل القوانين الموجودة في السودان، وأن ما يلزم تغييرها لابد من تغييرها. أنا رجعت حقيقة إلى مثلا الى 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 منظمة، فقط حتى اربط المشاهد يعني اهميه هذه المقدمه، انكم تشيرون الى ان النوايا والمنطلقات التي تنطلق منها الحكومه في هذه المواثيق هي اصلا هي محل طعن طبعاً، وبالتالي طبعاً تحاكم عليها كل التصرفات. معنى انه لو جاء شخص صالح واراد ان يوقع على ميثاق من المواثيق ينظر اليه ربما بنظر مختلف. الكلام حسب اللي نقوله ده مش تحليلات، هذه ليست تحليلات، عشان ما يظن بعض الناس انه احنا يعني نحاول نضخم الأمور، أو هي هذه مسألة معلومات. الناس دي متعهدين بعملية التغيير، وكل الذي يحدث خلال السنة الماضية أصلاً كل الذي يحدث بالمناسبة يعني على في الجو السياسي هذا يعني هو مربوط ببعض. إحنا مشكلتنا أحياناً يعني ننشغل بقضية يعني هم يبدأون فيها وننسى القضايا الأخرى التي فتحوها، الملفات الأخرى. هذه الملفات كلها مرتبطة مع بعض، الخمور والدعارة حتى والردة قضية التغيير والأحوال الشخصية، حتى قضية التأخر عن الرضا الدولي بالنسبة للسودان هو مرتهم بهذه الأشياء التي هم للأسف لأنه ديل هم تعهدوا بأنه ممكن يقوموا بكل هذه الأمور. المقدمة دي مهمة جدا عشان إحنا نفهم يعني المطلقات التي تقوم بها. نعم. يعني إحنا مثلا في نقطة تانية مهمة جدا يعني يدلك على الكلام ده، لما رجعت أنا لمنظمة اليونيسيف في صفحتها الرسمية هي بتتكلم عن اللي هو كيفية تفعيل هذه الاتفاقية. الاتفاقية ده حتفعل كيف؟ يعني كيف ستفعل هذه الاتفاقية عشان نفهم أثر هذه الاتفاقية بعد إمضائها ورفع التحفظات الموجودة عليها. يعني تقول ان هناك في يعني تكون هناك مرجعيه مشتركه، تكون هذه المرجعيه مقياسا لتقييم التقدم المحرز في تلبيه معايير حقوق الطفل الانسان للطفل، ولمقارنه النتائج في هذا المقال. بمجرد ما توافق الحكومه على حقوق على هذه تلبيه المعايير الوارده في الاتفاقيه فانها تلتزم بتعديل تشريعاتها وسياساتها وممارساتها بما يتماشى مع معايير الاتفاقية وتحويل هذه المعايير إلى واقع لجميع الأطفال والامتناع عن أي تصرف قد يحول دون تمتع الأطفال بتلك الحقوق إلى آخر ذلك. بعدين تكون طيب كيف المسألة دي؟ هل تنتهي عند هذه النقطة؟ لا، يتوجب على الحكومة أن تقدم تقارير دورية للجنة من الخبراء المستقلين، يعني هنالك متابعة دقيقة للوقائع التي ستكون في أضابير الأقسام الشرطة وفي المحاكم لبعض لانسجام هذه الأحكام التي كانت مثلا مع وفق هذه الاتفاقية التي سنتحدث يعني عن تفاصيلها. إذن قضية خطيرة، يعني قضية خطيرة يجب إنه إحنا نوليها اهتمامنا، لكن في إطارها في ربطها مع الحراك الكامل الذي تريد أن تصل إليه هذه المجموعة. أنا أؤكد أن هذه الحكومة وظيفية، لأنه في ناس كثيرين بيتعجبوا ليه الحكومة دي مهتمة بالأشياء دي على حساب مثلا الانتخابات أو على حساب أشياء أهم من كده بالنسبة لمعاش الإنسان والأشياء الضرورية. لا، هم دين الناس وظيفيين جاءوا من أجل تحقيق هذه الأغراض وهو التغيير المجتمعي. طيب ندخل في 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 في, في الميثاق الأفريقي وهو يتحدث عن الأمر في البدء في المادة الأولى في التزامات الدول والأطراف الكلام أنه تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية بحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لدساتيرها وأحكام هذا الميثاق وإجراءات تشريعية وإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل أحكام هذا الميثاق. لا يؤثر شيء في هذا الميثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثير لإدراك حقوق ورفاهية
الطفل أو في أي اتفاقية دولية أخرى أو اتفاقية سارة المفعول. دكتور هنا يعني هل واضح أنه فقط الالتزام، لكن أريد أتوقف عند هذه النقطة الثانية اللي هي حكاية أنه إذا كان هناك شيء أفضل لا يؤثر على هذا الميثاق. هذه النقطة. طيب هو قبل ما نتكلم عن المادة رقم واحد في الإطار التمهيدي بالنسبة للاتفاقية، لما هم تحدثوا عن تاريخ هذه الاتفاقية ذكروا بأنه الذي دعاهم إلى هذه الاتفاقية هو أنه وضع معظم الأطفال الفارقة أنه خطير بالنسبة للعوامل والظروف الاجتماعية والظروف التقليدية والإنمائية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. فبالتالي هم إيش عملوا؟ طبعاً هم جاءوا بعملية الدراسة المسح الاجتماعي والنفسي والسياسي وغيره والاقتصادي بالنسبة للمجتمعات الأفريقية دي كلها على بعضها. ثم عدم مراعاة الخصوصية. أيوة خلصوا في النهاية إلى هي عند في جانب نجم الخصوصية هنتكلم عنه والمسألة دي حجة لنا يعني فيما يتعلق قضية التحفظ الذي سنتحدث عنه. قد يكون مثل هذا الميثاق هو جيدا نسبيا بالنسبة ل يعني بيئات متخلفة همجية لا تعرف قوانين ولا تعرف يعني دينا ولا عقيدة ولا غيره. الطفل مهضوم حقوقه، المرأة مهضوم حقوقها، ما في هنالك يعني وعي بالنسبة لقضية قيمة الإنسان في العلاقات أو غيره. قد يكون مثل هذا الميثاق نسبيا هو جيد بالنسبة للبيئات المتخلفة، لكن أنت ما ممكن تأتي إلى تسوي هذه البيئات المتخلفة وأعرافها وتقاليدها ببيئات إسلامية بمجتمعات إسلامية عندها ركائز وعندها يعني ثوابت وعندها وهي تعتبر من أرقى، هي تعتبر الأرقى دون منازع، هي تعتبر النموذج الأرقى بالنسبة للمجتمعات الإنسانية في قضية الانضباط الأخلاقي والسلوكي ومراعاة الحقوق التي سنتحدث عنها. كيف أنت تسوي هذا الذي ليس عنده عقيدة صحيحة ولا عنده مبادئ صحيحة بالمجتمع الإسلامي؟ فهنا الظلم أصلاً يعني في قضية أنه كل هذه أعراف، كل هذه أديان، كل هذه تقاليد، وبالتالي هو سوى بين هذه الأشياء. أنا هذه ليست مشكلته هو، لأنه هو طبعاً لا يدرك القيمة التي لدي، لا يدرك الشيء الرسالة التي لدي. مشكلة الحاكم اللي عندك اللي يدرك القيمة ويوافق على هذا. مشكلة اللي بيتكلم بلساني أنا، الذي يتحدث عني أنا، عندما يقبل هذا المبدأ من البداية أصلاً على أساس إنه ده دين وده دين، إحنا نتعامل مع كل الأديان بشكل واحد. سواء كانت وثنية أو حتى أديان متخلفة أو حتى. فهذا يعني هذا 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 أكبر خطأ. يعني في قضية التعاطي بالنسبة لهذا الميثاق أو غيره من المواثيق الأخرى. النقطة الثانية أيضا في التمهيد، فيما يتعلق بقضية التمهيد، قال إنه نأخذ في الاعتبار فضائل الميراث الثقافي والخلفية التاريخية وقيم الحضارة الإفريقية التي يجب أن تلهم وتميز تفكيرها في مفهوم الطفل. طيب أنت أخذت يعني إذا هو يعتبر الأخذ بالعادات والتقاليد قضية مهمة جدا في الإطار مؤثرة في قضية هذه الحقوق. طيب كيف أنت يعني تتخلى عن دينك وعقيدتك والتي أوجدت عادات رشيدة حسنة، كيف تتخلى عن هذه الأمور؟ يعني هنا إشكالية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بنى عقيدة المسلم على قضية أساسية الاعتزاز بما هو عليه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إحنا صحيح ما عندنا تعالي عنصري يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن عندنا استعلاء إيماني. هذا الاستعلاء الإيماني لا بد منه، لأنه الله تعالى طلب مننا كده، وهو الأساس أصلا في نظر لهذه المواثيق أو غيرها من المواثيق الأخرى. دكتور يعني ومصادر الاستلهام هذه أصبحت واضحة، لكن لنعود إلى مصادر الاستلهام دي ما هي أصلا تجي في هذا الإطار اللي هي مصادر الاستناد. ده نقطة مهمة جدا، مع أنه هي المادة رقم 46 يعني في قضية مصادر الاستلهام. طيب مصادر الاستلهام دي يعني هم تكلموا في هذه المصادر حتى وصلوا إلى يعني قالوا إنه هم ذكروا القوانين والمواثيق الأخرى. أيوة، لكن هم بالأخص هم ركزوا على شنو؟ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل. يعني جعلوا إنه هذا هو
الأساس الذي يبنى عليه. طبعا في مواثيق أخرى هم استندوا إليها أيضا في يعني في تغذية ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وغيرها آخره. طيب هم يعني إذن الاستلهام عندهم بالنسبة لوضع هذه المواد كلها هي ما وصل إليه البشر، يعني هو ما وصل إليه البشر وما وصل إليه الناس في فهمهم العام. وطبعا هذا حق هم بنفسهم بيقولوا إنه هذا الحق الذي يصل إليه الإنسان في هذه القضايا كلها، ما في ذلك قضايا حقوق الإنسان، هو حق نسبي مش حق مطلق، بدليل إنه هم فتحوا المجال للتغيير. يعني هم وضعوا في المادة الأخيرة إن إمكانية التغيير، كيف يتم التغيير بالنسبة لهذا الميثاق، وضعوا يعني هذا يدل تماما. هذه النقطة أصبحت واضحة دكتور، يعني عشان إحنا بس الزمن يعني ما نقف كثير في الديباجة والاستلهام وكذا، نرجع لحكاية المادة اللي هي بتتكلم أنه يعني أن إذا كان هناك وضعية أفضل لمصلحة الطفل في المادة الأولى فإنها لا تقدم على هذا الميثاق، أليست تعتبر يعني مخرج لكل دولة لديها حقوق أفضل؟ طبعا هذا الكلام هو حجة لنا يعني في قضية يعني التحفظ أصلا على ما لا يليق وما ينبغي أن يكون في هذا الميثاق. لكن من اللي يدرك المسألة دي؟ الذي يقف عند هذه المادة الأولى اللي هي قضية إنه لما يقول لا يؤثر شيء في هذا الميثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثيرا لإدراك حقوق ورفاهية الطفل الواردة في القوانين الدولة الطرف، يعني بمعنى إنه الدولة الطرف الموقعة لو كانت عندها أحكام وقوانين هذه القوانين تكفل حقوق هذا الطفل ورفاهيته فهذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب. طيب هل هنالك بالله يعني قوانين وأحكام أكثر تأثيرا في حقوق الطفل يعني وتكميل هذه الحقوق حتى الرفاهية من الموجود في الإسلام؟ وهذا الذي سنبينه في نهاية الحلقة إذا كان عندنا مجال، عشان إحنا نذكر بعض القوانين المستقاة في حقوق الطفل مما لم يذكر في هذا القانون، عشان الناس يفهموا يعني العوار الموجود في هذا القانون أو دكتور الخديج. أتوقف معك مع المادة الأولى لكن النقطة الثالثة اللي هي من ناحية شرعية، يعني ما هو حكمها اللي بيقول لا يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في هذا الميثاق حسب مدى هذا التناقض. هنا من ناحية الشرعية هل يسوغ لدولة أن توقع على ميثاق ويكون فيه شيء مقدم على دينها؟ أبدا. هو هذا النقطة الجوهرية، إنه ما دمت أنا أؤمن بقضية الاستعلاء الإيماني وأن الدين الذي أؤمن به هو الدين الحق الذي أمرت أن أقدمه للبشرية، ها لا ينبغي في ظل المواثيق الدولية أن أقر أي مادة تقول لي بأن ما سيعارض المتفق عليه في هذا الميثاق مع دينك يجب أن تتنازل عن دينك لحساب هذا الميثاق. هنا خطورة الموضوع، هنا الخطورة العقائدية بالنسبة للقضية دي، إنه لا يمكن أنا ديني، أنا لا يمكن أن أسمح لنفسي أن أتنازل عن شيء من ديني بدعوى أن هناك ما هو أفضل، بل أنا لا أرى أن هناك ما هو أفضل. يعني مش المسألة دي حتى من النقاش الموضوعي، يعني كما سنبين في كما قلت أنا قبل قليل إنه حنجيب بعض القوانين وبعض المواد اللي هم ناسينها تماما وما ولم يلتفتوا إليها. فهذه المادة اللي هي قضية إنه من الخطورة بمكان يعني إنه اللي هو لا يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات في هذا الميثاق حسب مدى هذا التناقض. طيب طبعا هذه المسألة يعني مؤثرة جدا، يعني مثلا قضية وبعدين هم يعني في نفس الوقت عارفين يعني إنه يعني بعض هذه الأشياء لا تتفق مع الدين الإسلامي أو حتى بعض الأعراف والتقاليد، عشان كده هم نفسهم فتحوا المجال لقضية عدم الأخذ بكل ما ورد في هذا الميثاق. يعني مثلا التبني على سبيل المثال لما قال في المادة 24 في التبني تضمن الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني بمراعاة أفضل مصلحة للطفل، إذن هم وضعوا قيد هنا حتى في الميثاق نفسه إنه في دول ستعترف بنظام التبني. وطبعا إحنا التبني عندنا عنده مفهوم غير التبني الموجود بالنسبة عند الكفار أو من لا دين عنده بالنسبة لقضية التبني، والنسبة حتى نسبة الولد إلى المتبني مثلا المتبنى إلى المتبني ده ما عندنا. عند الكفالة ممكن تكون أسرة تتكفل طفل
ولكن لا يمكن أن نهدر قضية النسبة نعم. كما سنأتي في أنا سأواصل في الميثاق نجد أيوة. في المادة الثانية المادة الثانية تتحدث عن الطفل في تعريف الطفل أنه 18 سنة أظن مرة معنا في الحلقة الماضية بس عايز أقف وقفة أنا عندي هالتعريف ده التعريف ده مهم جدا لأنه هو لما يعرف يقول إنه الطفل ده هو كل إنسان تحت سن 18 طيب المسألة دي مؤثرة في حاجات كثيرة جدا لما نيجي في قضية مثلا العلاقات بالنسبة للطفل إنه هو الطفل ما دام طفل هو من حقه إنه هو يعمل علاقاته نعم. معناته بدون تدخل مع المواد الأخرى يعني الثانية أيوة معناته إنه دون السن 18 سنة ممكن هو يختلط مع يعني هو يكون بالغ يكون يعني المرأة البنت تكون بالغة والطفل يكون بالغ ومن حقهم إنهم هم أولاده يقعوا في الفاحشة كما يشاؤون أيوة بدون ما يضيع عليهم علاقات وجلسات باعتبار أنهم هم من حقه إنه يتبنى المسألة دي يعني يمشي في هذا هو دكتور هذه نقطة مرت معنا كثيرا في الحلقة الماضية يعني قضية الخلل في وضع هذه الأعمار في المادة في بس المادة دي مادة مهمة جدا لأنها ستؤثر على كل القوانين, على كل القوانين نعم. نعم. المادة الثالثة بتتكلم عن عدم التمييز وأظن هذه ليست فيها إشكال بتتكلم أن الأطفال بغض النظر عن عرقهم ولونهم وجنسهم متساوون في الحقوق دي ما فيها نعم. مشكلة في المادة الرابعة بتحدث عن مصالح الطفل المثلى وبيتكلم أنه تؤخذ دائما مصالح الطفل المثلى في الاعتبار الأول ويتكلم عن كافة الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤثر على الطفل القادر على إبداء آرائه الخاصة يتم توفير الفرصة لسماع آراء الطفل بشكل مباشر أو من خلال ممثل نزيه كطرف في الإجراءات وتوضع تلك الآراء في الاعتبار من قبل جهات الصلة وفقا لأحكام القانون المناسب يعني لا اعتراض على مثل هذه لا إشكال المادة طبعا بالقيود التي سنتحدث عنها لاحقا يعني أيوة. تظهر لكن هي كمادة لوحدها مشكلة. الحرص على مصلحة الطفل المثلى ومراعاة المصلحة ربما أنا بقول إنه الميثاق ده هو مفيد يعني للمجتمعات اللي ما عندها منظومة اللي ما عندها أصلا نظام معين لأنه أصلا إحنا ذاتنا يعني كون إنه اللي هم غير المسلمين ديل يرتقوا من المرحلة الهمجية البدائية إلى نوع من النظام والاجتماعي والترتيب هذا مواتي لنا لأن الإنسان هذا كلما ارتقى من الحضيض حتى لو ارتفع نسبيا لم يصل إلى المستوى المطلوب بالنسبة لقضية العلاقة بالإسلام أو الإيمان هذا في حد ذاته بالنسبة للدعاة وبالنسبة لأهل الإسلام هذا أمر حسن ولذلك إحنا لا بأس إنه يكون المسلمين أن يشجعوا بعض المواثيق التي لا يؤمنون بها ربما أو لا يعتقد في بعض البيئات من أجل أن ترتقي لكن أنت ما تجي إلى بيئة عرفت لا تحتاج إلى مثل هذه المواثيق فيها كثير من الخلل والدخن على حساب الدين هذه المشكلة نعم دكتور هنا يعني استحضرني في قضية مراعاة مصالح الطفل المثلى يمكن السادة الفقهاء يمكن في قضية انفصال الأبوين ومنح الحضانة للطفل تكلموا كثير عن قضية المصلحة دائما قدمت مصلحة الطفل يعني ما طبعا. كان تقدم مشاعر الأبوة أو طبعا. الأمومة طبعا. وإنما كان تقدم مصلحة الطفل وأيهما يكون أصلح له بل أحيانا في النقطة دي المشاعر النفسية للطفل نفسه نعم. يعني بعض الفقهاء بيقول لك أصلا الطفل المميز ده تخيره تسأله أخذ رأيه زي ما هو تمشي مع أبوك ولا تمشي مع أمك لأنه هو هنا هو مرتاح في يعني عنده رغبة في عنده رغبة مع من يعني في هذه الدرجة وصل الفقهاء في قضية تخيير الطفل يعني نعم. أيضا في المادة 5 في البقاء والتنمية اللي هو حق الطفل في الحياة هذه يعني متفق عليها ليست فيها مشكلة حماية الطفل وتنميته هذا أيضا متفق عليها ما فيها مشكلة لكن في المادة دي في النقطة الثالثة مكتوب لا يصدر حكم الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال وعندنا تعريف الطفل هو تحت 18 سنة هنا دكتور دولة توقع على هذا الميثاق كيف لا هل يجوز للحاكم أن يبطل حكم الإعدام بحق بالغ ارتكب قتلا أو قتل نفسا صح يعني معنى ذلك أن التصرفات بتاعته يعني مهدرة باعتبار أنه ما بلغ سن الرشد أو السن القانونية اللي هل هذا اعتبار وزن في الشريعة؟ هذا ما عنده اعتبار في الشريعة كما قلنا في الحلقة الماضية أنه الاعتبار في الشريعة هو بقضية البلوغ فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح يعني معنى أنه هو أصبح رشيدا متى ما بلغ النكاح الرشد روبي طبيعي فقط في منحه الأموال أنه تأكد أن تصرفه في المال جيد التصرف في المال فأنت بذلك ستسقط أحكام شرعية يعني ستسقط أحكام شرعية في القصاص في قضية يعني الجروح أيضا يعني حتى في التصرفات المالية يعني لكن دكتور إذا كان حتى إذا كان عندنا شخص بالغ لكنه يعني لا يحسن التصرف
ووقع منه القتل، هل يمكن محاسبته نفس ما يحاسب المجرم الكبير الذي تعمد القتل وكان هو؟ وفي فرق طبعا أصلا ما بين قتل العمد وقتل الخطأ. إذا كان الذي بدر منه خطأ يعني له حكم، إذا كان شبه عمد له حكم، إذا كان عمد له حكم، هذا كله موجود في الأحكام العقوبات يعني. نعم. فهذا هذا بالنسبة للإنسان الرشيد في مدى التعمد والقصد يعني اللي هو قضية القصد، هذه مسألة وبالتالي القاضي هو الذي يفصل في هذه المسألة، لكن مش ما تضع بأعمار القاضي يرجع إلى القرائن والأحوال ويعني يعني مسرح الجريمة. هذا مثل هذا القانون لا يشجع على الجريمة، خاصة أن الشخص طبعا. يعني حينما يكون عمره 16-17 سنة هو حتى بيكون عنده طيش وبيعرف أنه حتى إذا قتل لا يعدم. صحيح. هو طبعا هذا يفتح الباب واسعا يعني المراهقة المتأخرة يعني لدى الرجال، يعني إنه يكون رجل أصلا وتكون هي امرأة، عرفت؟ هذه مسألة نفسية خطيرة يعني إنسان، يعني الإسلام يعني راعى هذه المسألة تماما. يعني عندنا لما نحن نقول الطفل، هناك طفل في فترة الحضانة، هناك طفل ما دون التمييز، هناك في التمييز، هنالك يعني خلاص هو انتهى من فترة التمييز وبدأ الاكتمال العقلي نحو الرشد اللي هو السن العاشرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، معناته ما في طفل يصل إلى سن السابعة إلا ويكون مميز خلاص، يعني اكتمل التمييز عنده، قد يكون قبل ذلك لكن هنا السابعة انتهى. لما يجي العاشرة، السن العاشرة، معناته هو انتهى من مرحلة التمييز وبدأ هو على أعتاب مسألة النضج والرشد، ولما يبلغ، فإذا بلغ يعني أصبلغ النكاح أصبح بعد ذلك مسؤول عن تصرفاته، مسؤول عن تصرفاته. فإذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة، ولما يقول عشرة، ولما يقول إذا بلغ النكاح، في إذن تحديد شرعي، يعني هنالك تحديد شرعي لهذه المسألة. وبعدين شوف الشارع ده كيف يعني سبحان الله يراعي البيئات والأحوال والاختلاف الأماكن. في يعني طفل ممكن يبلغ عمره 12 سنة، في طفل ثاني ممكن يبلغ عمره 13 سنة، واحد يتأخر لحد 19، واحد ممكن يتأخر لحد 18. إذن المسألة دي هي لما الإسلام ربط هذه المسألة ب يعني ببعض التغيرات الحيوية يعني في الإنسان، تنم هذه التغيرات الحيوية عن أنه هذا مؤشر النضج. فكيف إحنا نهدر هذه الأشياء الثمينة العظيمة التي هدانا الله عز وجل إليها وأضل الآخرين، فنهدر هذه الأشياء على حساب أهواء هؤلاء الناس. نعم، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني يتبعون إلا الظن، هم يتبعون الظنون ونحن عندنا يقين، ندع اليقين الذي عندنا إلى الظنون المتهافتة التي لدي. نعم. المادة 6 بتتكلم عن الاسم والجنسية، ودي يبدو ما عليها خلاف. نعم. وبتقول أن الطفل يكون عنده منذ ميلاده يكون عنده اسم يسجل رسميا يكتسب الجنسية وتشريعات تكفله هذا الأمر، ولعل الإسلام في قضية التسمية والحظ على حسن التسمية وكذا سابق في هذا الجو وما في اختلاف عليها. المادة 7 تتكلم عن حرية التعبير، وأنه الطفل يكفل له أن يكون قادرا على إبداء آرائه الخاصة، وأن يعني يكون له الحق في التعبير عن آرائه بحرية في كافة المسائل، ويعلن آراءه طبقا للقيود التي يقررها القانون بشكل عام، لعلها ليس فيها يعني مشاكل. كما قلنا ما دام احنا قلنا انه طبقا مثلا القيود ياتو، اذا كانت القيود الموجودة لدينا فاحنا بالنسبة للطفل ده يحبر عن آراءه. نعم. لكن الآراء هذه اذا كانت خرجت عن الإطار الصحيح سواء في الجانب الديني والأخلاقي تقوم. نعم. ولذلك مثلا ذكروا مسألة قضية الإشراف أيضا، حنشوفها في المواد الثانية. فما في مشكلة إذا إحنا استصحبنا القيد ده. نعم. اللي هو أنه متى ما خرج عن الدين والعقيدة والإسلام أنه يجب تقويم، أن يكون هناك التقويم. نعم. أو لحالة إلى القانون الذي يكون موجود في نعم. في البلاد. سنواصل في هذه المواد ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عند المادة 7 التي تتحدث عن حرية التعبير، وبينتم أن هذا حق مكفول حتى في الإسلام، لكن لابد أن تكون هناك مسألة واضحة أن الطفل يكون يقوم إذا كان عنده آراء خاطئة أو غير ذلك.
نأتي إلى المادة الثامنة والتي تتحدث عن حرية الارتباط بالآخرين، وتنص المادة على الآتي: يكون لكل طفل الحق في الارتباط بالآخرين وحرية التجمع السلمي بما يتفق مع القانون. هذه المادة من حيث النص العام تبدو ليس فيها شيء، لكن استمعنا لكثير من الباحثين علقوا عليها، أنتم ما رأيكم بخصوص هذه المادة؟ طبعا هذه المادة يعني كل يفسرها بما من منطلقه الفهم الشيء الذي يؤمن به. هي القضية يعني هي أشكالية النظرة بالنسبة للحقوق، أيهما هو يعني يصلح أن يطلق عليه مسمى الحقوق، أيها هي الأجدر بالمصلحة، يعني أيها أصلح لهذا الطفل، هل هذا أم هذا؟ هنا الإشكالية. فهنا لما يجي يتكلم قضية الارتباط مع الآخرين، طب الارتباط مع الآخرين مسألة فضفاضة، لو هو ارتبط مع أقرانه يعني ما في مشكلة في مدرسة في دراسة، لو كان الارتباط مثلا بين الأطفال ديل يعني دون سن التمييز، حتى الأولاد وبناته مع بعض وكذا يلعبوا ما في مشكلة. لكن أنت لما تأتي يعني تضع هذه المادة الثامنة ضمن قضية التعريف أصلا للطفل، ما هو اللي هو 18 سنة، اللي هو 18 سنة، معناته البنت اللي عمرها 15-16 سنة وتكون بالغة مع الولد اللي هو يعني 16 بيجتمعوا مع بعض، يناموا مع بعض، يأكل ويشربوا مع بعض، هم يقرروا الارتباط وما من حقك تتدخل، وانت ما من حقك انك تتدخل. هنا خطورة الموضوع. فلما حتى القيد ده ما ممكن احنا يعني يقول لك بحسب بما يتفق مع القانون، ياتوا قانون يعني اذا انت عرفته على انه هو طفل يعني ما عليه تكاليف ولا مؤاخذات قانونية، فياتوا قانون. القانون في قضية السلمية بس، عرفت ان هو ان القانون الذي يكفل السلمية، ما يكون طفل عنيف يعني ما يقوم بعملية الاغتصاب، ما يقوم بعملية الضرب، ما يقوم. أما إذا المسألة تمت بالتوافق بصورة سلمية فهذا الارتباط لا ينبغي أن تتدخل فيه. لذلك من عوج هذا القانون عندهم في الغرب وغيره، لو مثلا من كانوا دون سن 18 سنة مارسوا الجنس مثلا بيت ولد دون 18 سنة، القانون ما بيأخذهم بأي حال، بالعكس يمنع. حتى الآباء ممكن تأتي البنت بكذا في البيت يشجعهم أو أيوة، ولا يعترض الأبوين لو اعترض مشكلة. لكن لو كان أحدهما فوق 18 والثاني دون 18 فدي عملية شنو؟ استغلال. يعني في القانون يؤاخذ يجرم المسألة دي. فهذه النظرة بتاعتهم يعني يعني تقول أن هذه المادة لابد أن توجه توجيها صحيحا إذا كان الارتباط في 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 أطر الشرعية، فلا بأس به. دكتور، الإسلام أصلا لا يعني الإسلام يحض على المخالطة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأيضا يعني حالة إفشاء السلام بين المجتمع ككل، يعني الإسلام أصلا ربما هذه المسألة نظمها بتعزيز الروابط الاجتماعية. أيوة، لكن الارتباط ده بالنسبة في هذه السن بالذات اللي هو سن الطفولة لابد من قضية التوجيه، لأنه هو يرتبط مع منو؟ يعني الطفل ده لو مثلا ارتبط مع أطفال ما بيصلوا كله هل الأب المتدين الذي يرعى حق الله بيرضى المسألة دي؟ ما بيرضاها. لو بنته مثلا بتمشي مع بنات يعني متفلتات أو ليس لهن يعني اهتمام بيبي لا بالصلاة ولا دين ولا هل يقبل؟ إذن قضية الارتباطات دي كلها ليست على إطلاقها، يجب أن تكون يعني للنظرة الشرعية يعني أهمية في قضية التوجيه. المادة 9 وهي مادة محل إشكال هي حرية الفكر والضمير والديانة، وفيها ثلاثة فقرات. الأولى تقول يكون لكل طفل الحق في حرية الفكر والضمير والديانة. النقطة الثانية بدقوا على الآباء والأوصياء القانونيين حسب الحالة الالتزام بتوفير التوجيه والإشراف عند ممارسة هذه الحقوق، مع الوضع في الاعتبار قدرات النمو وأفضل مصالح الطفل. ونقطة الثالثة تحترم الدول الأطراف التزام الوالدين والأوصياء القانونيين حسب الحالة بتوفير التوجيه والإشراف عند التمتع بهذه الحقوق طبقا للقوانين والسياسات المحلية. هذه المادة البعض رأى فيها أنك أنت تمنح للطفل الحرية ده مشكلة أن الطفل يحتاج إلى توجيه، لكن البعض يرد عليهم بيقول لك القيدين اللي تحت اللي هو الآباء والأوصياء لازم يوجهوا ويشرفوا، وأنه الدول تحترم إشراف الآباء، يقول لك دي أبطلت الإشكالية في هذه المادة. ما رأيكم؟ يعني المادة دي طبعا هي المادة التي تحفظت عليها الحكومة السابقة يعني فيما علمت أنا. لا، المادة دي ما كان عليها تحفظ حرية الفكر، المادة اللي كانت 10 اللي هي الخصوصية. إذن 10 هي اللي كان عليها التحفظ.
هذه المادة يعني أولى بالتحفظ من 10 أنا في رأيي، لأنه هذه المادة هي تفتح المجال واسعا نحو ما ذكرناه في الحلقة السابقة. الحلقة السابقة لازم نحن ركزنا على نقطة أساسية، إنه هنالك مقصد للحركة الإلحادية العالمية بالنسبة لقضية مسخ الإنسان، وهذه المسألة عندها برامجها. أكثر البرامج الموجهة هي في سن الطفولة، اللي هو عبر الكرتون والأفلام الكرتون والروايات وغيره، يعني بأشكاله حتى في الألعاب. طيب ليس حقيقة بين التأثير هذه الأشياء في توجيه سلوك الطفل وعقائد الطفل إلا حاجة واحدة، القوانين. عشان كده هم وإشراف الوالدين عايزين يبعدوا قضية تأثير الوالدين على الطفل حتى يكون سلما لهم في البرامج والمشاريع التي يطرحونها. هنا خطورة الموضوع. هنا هو بيقول شنو؟ بيقول إنه الطفل ده يجب إنك يكون عنده الحرية المطلقة. طيب الحرية المطلقة في مؤثر ولا ما في مؤثر؟ أكيد في مؤثر. يا المؤثر ده بيكون قرين له زيه، طفل زيه، أو يكون شخص آخر مثلا. دكتور هنا أنتم تتحدثون عن طفل اللي بمعاييرهم اللي هو 18، يعني الزول 9 سنوات كده ما مهم كثير، لكن يتكلم عن 18 سنة. هو لما لحد ما يصل 18 بالمبدأ ده بيكون انتقل إلى 1000 إلى 10 عشرات الأفكار، يعني تغذى بعشرات الأفكار دون سيطرة الوالدين أو دون تدخل الوالدين. من ناحية الشرعية أليس هو ما في إكراه على الدين، وبالتالي يعني في حرية فكر وحرية تدين؟ الإكراه ده بالنسبة للإنسان الراشد اللي ما على الدين أصلا، يدخل في الإسلام ولا ما يدخل في الإسلام. أما إنسان الطفل ده عندنا محسوب مسلم، يعني الطفل ده من يوم ما إحنا نسجله هو في الرضاع بنكتب عليه اسمه فلان الفلاني ديانته مسلم، اسمه مسلم. هذا الطفل لكنه لما يكبر مش من حقه يختار، حتى لما يكبر ده الحكم الشرعي عندنا في الإسلام إنه إذا ترك الإسلام ده مرتد اسمه، مش قضية إنه هو لم يصل ما اختار يصل رشد أبدا. هو لأنه هو الإسلام بماذا يقول؟ يقول أمارات ثبوت عقد الإسلامي بثلاثة أشياء: قضية النسبة إلى الوالدين، النسبة إلى الدار، الشهادتان لمن لم يكن مسلما. هذه أمارات ثبوت عقد الإسلام، وهذه مسألة متفق عليها، يعني ما محل خلاف بين الفقهاء. فهنا أنت لما تقول إنه هذا الشخص الطفل ده يتدين بما يشاء، معناته يطلع من عبدة الشياطين. لكن هو ما قال لك الآباء والأوصياء القانونيين ممكن أنه يلتزم بالتوجيه والإشراف. بالتوجيه والإشراف للتمكين من قضية الحرية دي، الحرية العقائدية. مش التمكين والإشراف. التمكين والإشراف شنو؟ التمكين والإشراف إنه 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 ما يتبنى أفكار تؤدي إلى العنف. ما هو عندهم فهم للمسألة دي. إنه لأنه طبعاً في عقائد بتخلي الطفل سادي أو إنسان دموي أو يدخل في قضية الإطار العصابات وكذا، اللي هو هذا الإشراف المقصود منه، اللي هو لا يؤدي إلى السلم الاجتماعي بمفهومهم هم. لكن مش معناته إنه الإشراف ده إنه الأب لا يجبر أو لا يمنع الطفل مثلا من تعاطي الأفكار الدينية، الأفكار الدينية المخالفة أو العقائدية المخالفة. وطبعا هذه المسألة على خلاف ما فطر عليه الإنسان، لأن الوالدين بطبعهم أصلا يعني سواء كانوا والله نصارى ولا كانوا مسلمين ولا كانوا مجوس، التدخل الوالدين للتأثير الديني والأفكار والعقائد جزء أساسي من المهام التي يقوم بها الوالدان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأصلاً المسألة دي يعني في الواقع الطفل ده هذه المسألة ليست، لكن كما قلنا لأنه هنالك في ظل الانفتاح الإعلامي ده استهداف لصيرورة الإنسان نحو الإلحاد والأفكار الإلحادية، وبالتالي هم يعني أنت ترون أن هذه فالإشراف ده في النهاية وإشراف الدولة يعني برضو فضفاضة وفيها في في فيها مشكلة طبعا. طيب في المادة العاشرة وهي حماية الخصوصية، وهذه المادة كان مشكلة الناس ما حيفهموا المسائل دي إلا لما نضرب أمثلة. يعني لما نقول أنت ولدك ده عرفت كيف ممكن يجيك يعني اللي عمره 10 سنوات ولا 12 سنة هو بيقرأ بيبقى عضو في جمعية الملحدين، عرفت يخش عبدة الشياطين، إنسان عنده عبدة الشياطين تقدر تمنعه، أنت يقول لك يا أخي أنت من حقك بس تشرف ما تدخل، أنت من حقك أنت ما تمنعني أنا ده فكري وده رأيي أنا. هنا لما نحن نضرب المثل ده للناس
يفهموا. يقول لك يعني كيف؟ يعني أنا ما أمنعه، أنت ما بتمنعه. طيب أنا مهمتي شنو؟ أنت مهمتك تراقب بس، تشرف على قضية حرية ممارسة لهذه الحرية. عرفت؟ وهنا 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 ممكن يقول لك لكن إحنا مجتمع محافظ، فيجاب عنه بالمقدمة التي قدمت فيها الحلقة طبعا. أن الحكومة الموجودة هي تسعى إلى هذا التغيير قصرا طبعا. وبالتالي يمكن أن نلجأ نصل إلى ما وصل إليه الغرب من وجود أرقام خاصة للأطفال، بحيث الشافع ذاته يكون ماشي مع ملحدين، لما تجي تقول له أنت ما تلحد يضرب تلفوني يبلغوا عليك، وذاته الشافع ذاته ممكن يتنزع من عندك حتى يبقى في إلحاد. صحيح. نعم. المادة العاشرة هي حماية الخصوصية، وهي المادة التي كان السودان قد تحفظ عليها ورفع تحفظه عنها، اللي هو لا يتعرض طفل للتدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصيته في بيت أسرته أو مراسلاته، أو يكون عرضة للتهجم على شرفه أو سمعته، بشرط أن يكون للآباء أو الأوصياء القانوني الحق في ممارسة الإشراف المعقول على سلوك أطفالهم، ويكون للطفل الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التهجم. طبعا هذه المادة يعني هي تبع للمادة السابقة أو المواد السابقة، اللي هو شنو خصوصية. خصوصية باعتبار أنه هو الآن يعني مادة التناقض الموجود لدى القانون هنا، أنه هو من جهة يعتبر الطفل ده يعني خارج المؤاخذات، يعني خارج القانون بالنسبة للمؤاخذات الراشدين ما دام هو ما بلغ 18 سنة، وفي نفس الوقت هو بيعتبر أنه هذا الطفل عنده خصوصيات الراشدين، زي خصوصيات الراشدين، بحيث انه يعامل معاملة الراشدين في عدم الاطلاع على هذه الخصوصيات. شوف التناقض كيف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما هكذا الجاهلية يعني تعتبر دائما هي الافهم والاحسن، لكن هي تعيش التناقضات. طيب انت الطفل هذا الذي يعني عنده موبايل معين، يعني عنده هم عارفين نفسهم إنه هذه المسألة لها حدود، بدليل شنو؟ بدليل إنه يعني هنالك عصابات وشركات خارج إطار القانون في استغلال الأطفال وفي الوصول إليهم لاستخدامهم يعني في جرائم مختلفة. عشان كده هم تتجد مثلا الأجهزة الحديثة اللي هو قضية التاب والأجهزة دي، هنالك رقم سري يعني في تحكم للوالدين في فيما يشاهده هذا الطفل. نعم. عرفت كيف؟ طيب هم ليه يعني لماذا لجأوا إلى هذه المسألة؟ لجأوا لهذه المسألة لأنه ما ممكن يطبقوا القانون ده كما يظنون. ما ممكن المسألة دي تطبق. هذا القانون يمنع الأب حتى من أنه يشوف خصوصيات أبنائه أو طبعا. يعرف ما تفاصيلها. أيوه. معناته أنه يعني كأنه هذا الطفل يعني يسبح يعني يفعل ما يشاء. هل في شيء اسمه خصوصية الطفل عندنا في الإسلام؟ ما في كلام زي ده طبعا، لأنه هذا الطفل الآن في هذه المرحلة. أنا يعني من ناحية تربوية بالنسبة للسلوك الوالدين في التربية يعني يبنون سلوك الطفل على قضية الثقة المتبادلة في إطار التوجيه والناس. الكلام ده صحيح. يعني أنا ما ممكن يعني أخلي الولد يعني يعيش على قضية أنه أنا متجسس عليه طوالي وأنه أنا براقبه على طوالي. لا، لابد أرفع من وعيه. لكن مش معنى هذا أنه ما أراقبه، يعني يكون هناك مراقبة. ليه طيب إحنا نعمل مراقبة لقضية الامتحانات عشان نكتشف الغشاشين ومن يمارسون الغش في الامتحانات؟ ليه؟ كان اترككم على خصوصيتهم. ما اتركونه. ليه احنا نطلع على خصوصيتهم؟ لانه هنالك خروج عن المعهود في كثير من، لانه البشر تحكمهم الاهواء، تحكمهم الشهوات. وبالتالي جاءت الحكومه الان ولغت هذا التحفظ، طبعا مصيبه. يعني ودكتور حتى في قضيه مهمه اللي هي قضيه الطفل الحق في حمايه القانون ضد مثل هذا التدخل. أيوة. يعني انت الدوله ممكن تمنعك. ما انت هذا هو يعني قضيه تحفيز الطفل للتمرد على الوالدين. يعني انت المساله دي بعد المساله دي تعلم، بالمناسبه المساله دي بيعلموها في رياض الاطفال هناك في الغرب. نعم. يجي من البدايه من الروضه او في بعض المدارس الابتدائيه يكتبوا لهم رقم الاتصال اول حاجه يعلموه اللي عشان يبلغ على والديه، عشان يبلغ على اذا انت لاحظت اذا في اي مشكله عندك في البيت او يعني مضايقه من الوالدين اتصل على، عندك حق انت. دكتور بعض الناس ربما لا يتخيل هذا الامر، يعني مثل هذه القوانين الناس اللي عاشوا في الغرب، الناس اللي غير الغرب حتى دولنا العربيه اللي تطبق فيها مثل الان زي بعض دول الخليج. أيوه. وطبق في هذا الشان. انا تحدثني احدى الاسر يقول يعني ولدهم في البيت يعني كانوا بيتكلموا معاه في حاجه كده، بعدين لقوه بيتصل، انت بتعمل في شنو؟ قال انا قاعد اتصل ابلغ، كان زعل من امه ولا زعل من ابوه. أيوه. أيوه. ماشي يبلغ عليهم يعني. ايوه طبعا هذه طبعا يعني مشكله كبيره. ليه؟ لانه انت
المرحلة دي بالذات نفسيا الطفل يجب أن يفهم إنه الوالدين فوق كل شيء، فوق الدولة، فوق كل شيء. باعتبار شنو؟ هو لما يكون عنده ثقة في والديه ونبني هذه الثقة، عشان كده يجي بر الوالدين. يعني ليه بر الوالدين؟ إنه الطفل يتعلم بر الوالدين، سماع كلام الوالدين. صحيح إنه الوالدين لو خرجوا عن المعهود الشرعي في التعامل مع هذا الطفل كما قلنا في الحلقة الماضية، هنالك تدخلات واجبة. هذه التدخلات الواجبة إما من أحد الوالدين أو من الأسرة نفسها. والله في والد مثلا بيمارس العنف مع الولد، عرفت، بيمارس الفاحشة أعوذ بالله مع بنته، عرفت، الأم حتقعد تتفرج، ولا مثلا العم بيتفرج، ولا يقول والله ده ما ده ولده يفعل فيه ما يشاء، ما عندنا الكلام ده. فمعناته أنه يعني هذه الطاعة أو هذا التوجيه له حدوده. يعني بمعنى دكتور أن تقول أن الإسلام كفل الحقوق، أما تصرفات الأفراد إذا خرجت عن هذه الحدود التي شرعها الشرع، نعم، فهنا مكفول للمجتمع المسلم أن يتدخل بالكيفية طبعاً المناسبة طبعاً لإيقاف الظلم، ويحرم في حالات كما قلنا يحرم فيها الوالد من قضية يعني الحق يعني نعم الرعاية بالنسبة لهذا. وبالتالي هذه المادة تفتح باب شرور كبير. مادة 11 بتكلم عن حق التعليم، والحقيقة المادة دي يعني عموما هي التشجيع على التعليم وحقه وتنمية شخصية الطفل ومواهبه، المحافظة على تقوية الأخلاقيات والقيم التقليدية والثقافات الإفريقية الإيجابية، يعني إعداد الطفل لحياة المسؤولية، تشجيع وتحقيق الوحدة والتضامن الأفريقي، تنمية واحترام البيئة والموارد الطبيعية، كلام كثير كده ومواد يعني في مجملها ليس فيها يمكن إشكال. بتكلم عن الحوار والاحترام المتبادل والصداقة، دي كلها ما فيها إشكال، وصولا إلى يعني حتى ممكن تكلموا عن اختيار المدارس، الاختيار الجيد تتفق مع المعايير. في نفس المادة النقطة الخامسة بتكلم أنه الدول الأعضاء حتاخذ إجراءات المناسبة لضمان معاملة الطفل الذي يخضع للتأديب المدرسي أو الوالدين بشكل إنساني وباحترام الكلام لازم. هذه نقطة مهمة، يعني طبعا ما كان سنة عنده فيها تحفظ، لكن هنا في شيء لابد أن يبين للناس اللي هو قضية الدكتور حجم التأديب الذي يأتي من الوالدين للولد. هل يجوز فيه قضية يعني الضرب؟ يعني احنا مرة معنا ان الضرب جائز من قبل الوالدين، لكن ده حدوده شنو؟ يعني احنا بنشوف مرات للاسف حتى في السودان كيف في المدارس وكذا ممكن الاستاذ يجلد 20 جلده و40 جلده يعني طبعا هذا هو يعني هو ما يجوز الضرب. الاسلام استخدم الضرب كوسيله من وسائل التأديب، والغاء هذه الوسيله بالكليه فيها نظر. يعني هم يتكلموا انه يكون يخضع التأديب المدرسي يكون بشكل انساني، وضربوهم عليها لعشر، معناته في ضرب، لكن هذا الضرب ما هو حدوده؟ الإسلام الفقهاء لما تحدثوا عن قضية ضرب الوالد لولده ويعني حتى ضرب المرأة في النشوز وضعوا حدود إنه في مناطق لا يجوز مسها ولا وقع الضرب عليها، مثل من الوجه والمناطق الحساسة، المناطق التي تؤدي إلى تلف أو مناطق حساسة. هنا لا نتكلم مناطق حساسة بالعرفة الخاصة، لكن أي منطقة حساسة تؤدي إلى ضرب ما يكون فيه شق جلد ولا يكون فيه كسر عظم، وإنما وحتى بعض الفقهاء حدد وسيلة الضرب نفسها أنها تكون وسيلة يعني مثلا بمثل عود ونحو ذلك مما يعني في الأرداف مثلا أو في الأكتاف أو نحو ذلك من يعني إذا يعني العلماء تدخلوا ليه؟ لأنه الضرب قال ضرب غير مبرح، فهذا الضرب الغير مبرح هدفه تأديب وليس أيوه ضرب وليس تأديب إذا. وليس ضرب إيذاء وانتقام وتشفي. المشكلة إنه بعض الأساتذة مثلاً أو بعض المدرسين يصل به الأمر إلى قضية التشفي، وبالتالي يعني يوقع الضرر سواء في مدارس أو خلاوي أو غيره. والأصل هذا ليس هو الأصل، يعني هذا خلاف خارج السياق يعني. وبالتالي نتفق مع هذه المادة اللي هي تكون التأديب بشكل إنساني. أنا الوقت يضيق علي، يمكن فضلنا يمكن 7 دقائق أو كده، لكن خلينا بس النقطة التي رفع عنها التحفظ أيضا هي نقطة 6 في المادة 11، تتكلم عن يكون لدى الدول الأطراف هذه المنطقة كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن يكون لدى الأطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية. ودي المادة عملت إشكالين، يعني كان متحافظ عليها. البعض يقول يعني خلاص هي أصلا إحنا ما عندنا قيد في الإسلام أنه البنت الحامل ما تواصل تعليمها. ما هو القضية ما فيها هي مسألة يعني أنت
هي الحامل لا تمنع من قضية، أي حامل ما تمنع من قضية التعليم، بالعكس تعتنى بها أكثر في الإسلام، تعتنى بها وكذا إلى آخره، فما في إشكالية أصلا في هذه المادة. لكن هو قضية الـ يعني فيه رائحة التشجيع يعني لهذا السلوك، سلوك الحمل، يعني أنه هو إذن دي النقطة اللي حنتكلم عنها في قضية اللي هي يمكن المادة نفسها، في قضية الحقوق التي المفترض تراعى يعني من الصياغة الإسلامية. حنأخذ الصياغة الإسلامية بس هي المادة لما نجي في الصياغة الإسلامية حتكلم عن النقطة هذه. طيب. يعني اللي هي في مادة الناس اللي اعترضوا على هذه المادة قالوا أنها أيضا مع المادة 21-2 التي أيضا رفع عنها التحفظ، اللي هي بتقول يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد، تتخذ الإجراءات الفعالة بما في ذلك التشريعات لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة. لكن لو زنوا ما في مشكلة. أي. لو ارتكبوا الزنا والفواحش عرفت وفعلوا ما فعلوا، السحاق واللواط وكذا عرفت، ما عليهم مؤاخذات قانونية يعني إلا سبحان الله. ما هو دي يعني قضية إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. يعني هذه المسألة تفتح الباب واسعا يعني لقضية الفحش والفاحشة. أنا الوقت عندي بيضيق شديد. معظم المواد البقية اللي بتتكلم عن الصحة وبتتكلم عن أطفال المعاقين والترفيه وبتتكلم عن تشغيل الأطفال والحماية ضد إساءة المعاملة ربما لا نجد فيها يعني إشكاليات كبيرة في الشريعة، وفي أجزاء كثيرة من المواد اللي هي أشياء تنظيمية تنظم اللجان التي تطبق هذا القانون. كان لديكم يعني تريدون تشيروا إلى جملة من ربما الحقوق التي أيوة. كفلها الشرع ربما تغيب. يعني أنا أقول إنه لو كان لنا أنه إحنا نضع ميثاق يعني فعلا، وأنا وقضية أنه هل أصلا في ميثاق ولا ما في ميثاق، في قوانين، حتى لو ما كان في ميثاق في قوانين موجودة مبثوثة يعني دعا إليها الإسلام سواء في قضية حقوق الطفل والحضانة وغيرها. لكن انظر مثلا في جوانب فاتت على هؤلاء، مثلا عندما تكلم على الاسم أنه أي طفل يكون له مثلا اسم. نعم. طيب النقطة الأولى قضية النسب الثابت الموثق للطفل، من حق هذا الطفل اللي هو قضية توثيق نسبه، وذلك من خلال جعل الزواج الطريقة الوحيدة المشروعة للإنجاب واشتراط صحة الزواج والإشهاد عليه، وهكذا فإن الطفل يضمن حقه في أن يكون له أبوان، في أن يكون له يعني لهذا الطفل أبوان معلومان موثقان. هذه نقطة أساسية في قضية هم ما التفتوا إليها. الإسلام يعتبرها ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أنه يكون يعني عنده ولادة طبيعية يفتخر بها. طيب. ما يكون يعني النقطة الثانية مثلا المساواة بين جميع الأطفال، فالله تعالى ساوى بين الناس جميعا وخاصة فيما يتعلق بتعامل الوالد مع أطفاله. وهنا نتكلم عن مجتمع اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. وهنا الدكتور ربما تشير إلى نقطة قضية بعض المجتمعات الأفريقية ربما تفضل الإناث على الذكور. أيوة. أو بعضها يفضل الذكور. أيوة. على الإناث. أيوة شوف هذا الحق الأمة الرضاعة الطبيعية من أمه. ما تكلموا عن موضوع الرضاع مع أنه قضية أساسية من الناحية الصحية والنفسية. نعم. شوف سبحان الله ربنا عز وجل لما قال لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وآيات الرضاع كثيرة يعني جاءت تنظم المسألة في ظل الخوف. ربنا أمرها أول حاجة بالرضاع ورجع موسى عشان الرضاع. هل أدلكم على أهل بيت يكفلون يعني في قضية الرضاع. حق الطفل بالإنفاق عليه، لا ألزمت الشريعة الأب بالنفقة على أبنائه، وتشمل تلك النفقة كل الجوانب التي يحتاجونها من مأكل ومشرب وملبس إلى آخر ذلك. نعم. الحفاظ على ماله من الضياع. الطفل ده عنده مال خاص، إذا كانت عنده أموال خاصة فمن حق هذا الطفل إنه الوصي يرعى هذه الأموال. نعم. المجتمع يرعى هذه الدولة ترعى هذه الأموال. نعم. طيب هذه حقوق ممكن كان تضمن ويكون للمشرع المسلم أمثلة ويمكن يعني أكثر من كده بكثير. هي أكثر من كده. نعم. نعم. ربما مرت الحقوق الكثيرة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. دكتور في الختام يعني في 30 ثانية الموقف من رفع هذه التحفظات والموقف من عموم هذه المواثيق. يعني رفع هذه التحفظات تعني أن الجهة التي ترفع هذه التحفظات ليست لديها منطلقات السودانيين الأساسية في قضية العقيدة والدين والنسبة إلى إحنا عندنا شيء يحكمنا القرآن والسنة. نعم. عندنا تشريعات إلهية تحكمنا. هذه التشريعات فوق كل شيء،
فبالتالي هذه المجموعة التي تقوم بعملية رفع التحفظات أو تبني مواثيق هذه ليست مجموعة أمينة، لا أمانة لديها بالنسبة للقيام بهذه المهمة، مهمة التوقيع على هذه المواثيق، لأنها حكومة وظيفية جاءت من أجل تدور هذه الأجهزة من أجل تلبية يعني رغبات الخارج وليس يعني دكتور هل يمنع أن تكون النظام السابق وقع على هذه الاتفاقية مع تحفظات يمنعنا الآن أن نتكلم عن رفع التحفظات؟ كان عندنا معارك مع النظام السابق في موضوع يعني في هذه وفي السيدا وفي غيرها، لأنه مروا بمراحل أيضا كان هنالك نوع من يعني المحاولة، لكن الحمد لله الأصوات التي صدرت من جهات مختلفة يعني حتى من داخل النظام السابق ربما في داخل حتى في داخل النظام يعني أدت في النهاية إلى إسكات تلك الأصوات. شكرا لك دكتور على ما تفضلتم به في هذه الحلقة. وفي الختام أعزائي المشاهدين، على الحاكم أن يراعي المصالح الشرعية أولا في كل قرار يتخذه. الميثاق الإفريقي وإن تضمن خيرا لكن لا بد من التحفظ على بعض بنوده أو تكييفها بالآليات والوسائل المناسبة. ليست الدول مجبرة على التوقيع على مواثيق لا تناسبها، وهذه أمريكا ليست شريكة في كثير من المعاهدات الدولية. الإسلام كفل كل الحقوق للأطفال، ولكن سلوكيات بعض الناس أو الحكومات هي التي ربما تظلم الأطفال أو تنتقص من حقوقهم، والحل في إصلاح هذه المظالم. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.